يا سلام، والله شغلات لايقة. لا تقول لي شغلات مرتبة، بتجنن بتجنن. قصر مش فيلا، قصر ما شاء الله. وهاي عبارة عن غرف، يعني بتفوت لجوه. شوف شوف كنباية هون، غرف. شوف 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 هون غرف نوم ثلاثة، بعدين غرفة قعدة. شايف هون؟ هذا تخييم، تخييم. وبعدين عندك هون برندة. وهذاني أبو أحمد المرتب، أبو أحمد المرتب. غاز المتنقل 70 صار 56. هذا كانون يعني جاي من الفضاء. ضوء ضوء شوي وكل اللي بدك إياه، وشغلتين مرتبة ومتكتكة. وهذا الجريكن، هذا اللي نسيت جريكن، هذا هو الجريكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المحل يا اخوان بناء على طلب بعض المتابعين، قالوا يا ابو احمد شوف لنا المحلات اللي فيها تخييم وما تخييم ومش عارف شو. قلنا حاضر حاضر حاضر، ابو احمد معاك دائما، وبيحاول قدر الامكان انه يلبي رغبات المشاهدين. فقلنا خلينا نفوت على المحل هذا ونشوف. هاي يا سيدي عندك هون كل اشي ممكن تحتاجه انت في شو اسمه لرحلات اللي برا. وشوف بدي تاخذ لي معاي فكرة مليحة، فكرة كويسة ولايقة. وشوف انت بدي الفلف هيك، حي الله، مخابطة ومعابطة ومشاقطة والكراسي. اقول لك خلينا نطلع لبرا بعدين بنرجع هون على المحل، لانه برا في شغلات حلوه شكلها. برا في شغلات حلوه ولايقه، وخيم وما خيم ومش عارف شو. هاي انواع الخيم اللي ممكن انت تشتريها. هاي فرداوي قديش حكها؟ 59 و99، يعني قول 60 دينار اردني او 60 جنيه. الجنيه تقريبا دينار، مع انه نزل الجنيه هالايام هاي، بس مش مشكلة عشان اسهل للحساب. واللي بيقول لي احسب بالدولار، احسب لحالك، حط على جوجل مثلا 60 باوند 60 جنيه وشوف قديش بيطلع عن دولار. وهاي عندك الوضع هيك، شايف هذول خيم حاطين لك ياهن، يعني معروضات معروضات للتخييم، وانت بتشوف وبتتفرج. شايف انت بتشوف وبتتفرج، خيمة لايقة لايقة. لا تقول لي بتحط طاولات تحتيها، بتحط مش عارف شو، شغلة مرتبة ومتكتكة. وبعدين عندك هاي خيمة كبيرة. يا سلام يا سلام عليك، هاي لايقة. يا سلام أبي، بتجنن بتجنن هاي الخيمة، بتجنن. لا تقول لي، خلينا نشوف تفاصيلها وشو يعني. يا سلام يا سلام، شوف 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 هاي يعني ايش نظرة. شوف ما شاء الله، شغلة لايقة. بعدين كأنها بيت، شوف لها الخيمة من جوا كأنها بيت. هاي هون بتنام هون وبتنام هون، وهاي غرفة القعدة هون، وهاي البرندة هيك، وهاي البرندة. شغلة لايقة ومرتبة. لا تقول لي حاطين لك، المهم الخيم. هاي شغل واحد لحاله، فرداوية صغيرة الخضرة، شايف زي هيك مثلا. وهاي عندك انواع الخيم، شوف شوف هاي مثلا فيلا، هاي فيلا تعتبر فيلا، تعتبر فيلا. قديش سعرها؟ والله هاي 250 ليرة، والله ببلاش. هاي 250 ليرة، 250 جنيه استرليني، وانت احسب والباقي عليك انت الحسبة. معقوله 250؟ يا سلام، والله شغلات لايقة. لا تقول لي شغلات مرتبة، بتجنن بتجنن. بنرجع، المهم شوف لي هون نظرة انت، عارضين لك الخيم كلياتن وتنقى وتحبه. نرجع لجوا بناخذ نظرة سريعة بال شو اسمه بالمحل، ونضل طالعين لان انا مستعجل. لاني عندي هاي مرتبة، هاي لا تقول لي، لا تقول لي هاي مرتبة. شوف 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 يعني شغلة لايقة من اللي بحبها قلبك. شو بيت بيت بيت، شوف عارضين لك اياهن. ولا هاي يا سلام، هاي ب 750 مكتوب عليها. هاي شوف 750، قصر مش فيلا، قصر. ما شاء الله. وهاي هاي الخيمة كمان،
اشي تكتك، وهاي الخضرة، الخضرة اللايقة هاي قديش؟ هاي ب800. هاي الخضرة اللايقة غرف غرف غرف، عبارة عن غرف، يعني بتفوت لجوا. شوف شوف كنباية هنا، غرف، شوف 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 هنا غرف نوم ثلاثة، بعدين غرفة قاعدة، شايف هون؟ هذا تخييم، تخييم. وبعدين عندك هون برندة، شايف؟ هاي 800 ليرة، 800 دينار أردني، أو ما يقارب 800 جنيه استرليني، واحسب يعني زايد ناقص، ما هو نزل سعر الجنيه ما زي ما قلنا. المهم نرجع على الدكان من جوا، وبعدين نظل مروحين. أني خلاص، أني تعبت تعبت. هاي شوف هذول حاطين لك صورة زي ايش. المهم هاي هون عندك المحل، وهذاني ابو احمد المرتب، ابو احمد المرتب. شايف كل شيء بدك اياه موجود يا اخوان، كل شيء بدك اياه، شنتات منتات، كل شيء بحبه قلبك. شوف الشنطة هاي 100 او بجوز 3، هذول 110 تقريبا، يعني قد حق خيمة. شغلة لايقة ومرتبة، مشان بس نعطيك خطفة سريعة ولطيفة وخفيفة وزريفة. عندك أواني، عندك شوي، عندك كل شيء، كل شيء، كل شيء بخطر على بالك، كل شيء بلزم شو اسمه الطلعات. وهاي الغاز عندك، هذا الغاز اللي بتعبيه العبوة، الغاز المتنقل، شايف اشي متكتك ومرتب. وهاي عندك هون تعات التشوانين، التشانون هذا على الغاز طبعا. هذا قديش كان؟ ب70، صار ب56. يا سلام، غازات 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 غازات. وعندك تعات اللي بتحط فيهن المبردات والمثلجات، يا سلام. وهذا شانون يعني جاي من الفضاء، شانون جاي من الفضاء. وهذا عندك شايف هذا ضوء، ضوء ضوء على الغاز بس شكله، ولا لا مش على الغاز، حتى هذا على اللي شو اسمه. وهاي يا سيدي يعني شغلة لايقة، كل الشوي وكل اللي بدك اياه، وشغلتين مرتبة ومتكتكة. ناخذ لنا واحد من هذا، صار عندي نقص للغاز، هاي بدي اخذها معي. هذا غاز للغاز المتنقل، يعني عندي واحد وبحاجة. 4.5 ونص. وهذا الجريكن، هذا اللي نسيت جريكن، هذا هو الجريكن. جريكن ديش حقه؟ 30 20 لتر. جيري كان هذا على الغاز بيشتغل، وهاي على البطارية أو على السولر. مصابيح مصابيح فوانيس اللي هو، وهاي أباريق وسخانات وألوان لايقة. صحيح، خلاص طلعنا من المحل، جبت صفطين الصحيح من هذا الغاز، غاز للغاز المتنقل، غاز للغاز. المهم صحيح انه محل جميل ورائع، عضكوه ورانا وانبسطت فيه، وان شاء الله تكونوا انبسطتوا باللفة السريعة هاي واخذت فكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.